في إطار تسوية وضعية البضائع التي انتهى تأجيل إيداعها القانونية طبقا لأحكام قانون الجمارك، قامت مصالح مفتشية الأقسام للجمارك بمستغانم بالتنسيق مع قطاع النشاط للرقابة الجمركية اللاحقة بمستغانم بإقليم اختصاص المديرية الجهوية بشلف وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها بفتح حاويتين لمعاينة ما بداخلهما من بضاعة محظورة حظرا مطلقا تمثلت في أزيد من 4 ملايين وحدة مختلفة من المفرقعات والألعاب النارية كانت مموهة ب 190 لفة من القماش تم استعمالها لإخفاء الغش. كما تم حجز كل البضاعة المحظورة محل الغش وتلك التي استعملت لإخفاء الغش، وهذا تطبيقا للتشريع والتنظيم الجمركيين السار العمل بهما مع تحرير ملف منازعاتي وإحالة القضية على الجهات القضائية المختصة.